اهلا وسهلا بيكم في نادي بالم هيلز. طبعا بالنسبه لنا ده حدث كبير قوي ان بطوله مصر الاهليه قعدت سنين كتير جدا بتلعب في نادي الجزيره، فان هي تلعب في بالم هيلز ده حدث كبير قوي لينا، وان شاء الله نقدم بطوله كويسه للعيبه في مصر هنا. الهدف ان احنا جبنا البطوله هنا ان احنا عايزين نبتدي ننشر اللعبه في اماكن جديده عن الانديه المعروفه زي الجزيره والاهلي والوادي دجله والمعادي والانديه دي، فان احنا نبتدي نروح للانديه الخاصه الكبيره الناشئه. بالم هيلز مش ما قلتش عليه ان هو ناشئ، هو نادي من 2006، بس ان حدث زي ده يحصل هنا هينشر اللعبه. وهدفنا هنا في بالم هيلز ان احنا خلال 5 سنين ان شاء الله نبقى من اكبر انديه او اكبر نادي تنس في مصر ان شاء الله. التنس من اللعبات المشهوره قوي في مصر، يمكن مش واخده حقها قوي اعلاميا، بس من اللعبات القديمه جدا في مصر. بالم هيلز من اول اللعبات اللي فتحت فيه كانت التنس، ولما جم بنوا الملاعب طبعا جابوا احسن استشاريين للقصه دي، واخر بطوله للعيبه المحترفين اتلعبت في مصر في 2010 كانت هنا في بالم هيلز. ميزه بطوله مصر الاهليه على مدار ال 50 سنه اللي فاتت او 40 سنه اللي فاتت، كل ابطال مصر اللي طلعوا دلوقتي زي ماير كله كان بيشارك في البطوله دي وهو صغير، من سن 12 لغايه رجال وسيدات. فنتمنى ان شاء الله ان معظم منتخب مصر في كل المراحل السنيه مشارك معنا في البطوله، فنتمنى خلال 4-5 سنين الجايين نلاقي ماير الشريف جديده ان شاء الله. الاتحاد طبعا هو برده اللي بيحط اللوائح للجوائز الماليه، الهدف من ان دلوقتي اللعبه بقت مكلفه جدا، فلازم نحاول نساهم احنا والاتحاد مع الاولياء الامور.